هاد المقترحات وهاد شنو دخلوا؟ اولا الناس يديروا واحد ضجه كبيره على والو، خوار خوار خوار، كلام خوار. شنو وقع؟ دخلوا واحد بعض الكلمات بالدارجه دخلوها في الكتب في العربيه. واش هذا حرام؟ واش تعرف شي بلاد في الدنيا اللي ما تتكونش فخوره باللغه الام ديالها؟ اللغه الام هي الدارجه عندنا، ولكن ماشي فقط الدارجه، الدارجه 95% ديال المغاربه تيتكلموها، ولكن كاين بعض المدن ولا بعض القرى اللي تيتكلموا اما تشلحيت اما تاليفيت او الحسانيه جنوب. واش الناس لا بغاو يتكلموا هذيك اللغه ديالهم ولا بغاو يدخلوها في الكتب المغربيه؟ واش في العربيه الفصحى واش هذا غلط؟ لا. تعرف بانه في كثير من البلدان بحال دابا الصين او الهند، شنو باش يتكلموا؟ ما عندهمش لغه واحده فقط رسميه، ما عندهمش جوج ثلاثه، كاين اللي عنده اكثر من عشرات وعشرات ديال اللغات الرسميه. في افريقيا كاين بعض البلدان، في السنغال في الكامرون وزيد وفي البناء، عندهم جوج ثلاثه اربعه اللغات رسميه، لانه كل جهه عندها اللغه ديالها. ولكن الدوله تتحترم ذاك الناس وتتحترم الجهه وتتحترم اللغه ديالهم، وذاك اللغه رسميه يقدروا يراسلوا بها الاداره وياخذوا ويجيو جواب ويتكلموا حتى في التلفزه، عندهم التلفزه ديالهم. في اسبانيا تماما كان عندهم جهات ما تتكلمش بالاسبانيه، ماشي اللغه اللي كاينه اللي تيعرفها الجميع. اذا خصنا نكونوا احنا معتزين باللغه الام بالدارجه، اللي ماشي فقط هي الدارجه، كاين لغات اخرى. الو اذا هاد الناس هذا داروا واحد ضجه كبيره، قالك الله من هذا منكر، الدارجه ماش تدخل وماش تهلك اللغه العربيه وماش توقفها في النمو ديالها وماش تخلق لها مشكل. هادو تيخافوا على اللغه العربيه، انا تنقول لهم اللغه العربيه ما تتخافش على نفسها، انتم اللي تتخافوا على نفوسكم، على المشاكل ديالكم، على الاراده ديالكم، على التوجه ديالكم السياسي او الايديولوجي او الكذوب.